أهلا بكم في ملعب سان جاكوب بارك مدريد دوسلدورف. سيداتي وسادتي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع انطلاقة المباراة، مودريتش يلعبها طولية، كرة طولية إلى الجناح، لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. دي بروين يلعبها لمنطقة الخطر، أي دفاع هذا، أي قوة، أي صلابة، أي جدار هذا، في طريقة إلى المرمى، فرصة للتسديد، الكرة اللي بدأ أنها لامست القائم الأيسر. مودريتش يلعب كرة على اليسار، وأجمل بينية، هاري كين يا لها من كرة، لكنها في الأخير بعد مجهود رائع جدا. ساول يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، يحاول تمريرها من بين المدافعين، يقطعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع. لاعب يستحوذ على الكرة، انطلاق الآن إلى الأمام، كريستيانو ضربوهم فعلوها ونجحوا في افتتاح التسجيل، تسديدة في غاية القوة، يخيل لنا أنها كادت أن تقتلع الشباك من مكانها. يا لها من بداية رائعة جدا، من بداية ناجحة بهذا الهدف المبكر. كريستيانو رونالدو، نيمار يبحث عن زميله، فينالدوم، فرصة هجوم معاكس، قراءة ممتازة من الدفاع، وصل كريستي، تلعب الكرة الجميلة، جول، قام بعمل رائع، سيطر على الكرة بهذه الطريقة، النتيجة 2-0، الكرة للأمام، إمكانية مرتدة الآن، فيرتونغين يقف بثبات، يرفض الاستسلام في المواجهة الجسدية، كرة طولية في المساحة الخالية، يلعب كرة عرضية، يزول خطر مؤقتا بعد تدخل سريع من المدافع على الكرة العرضية، الآن تحولت إلى ركنية. كرة تمر بسلام على ساول، الكرة ملعوبة من مسافة، الآن إمكانية المرتدة، ويمر، يا لها من فرصة، كريستيانو، الله على هذا الأداء، هدف آخر تألق كبير، تحرك في منتهى الروعة، راوغ المدافعين وكأنه لا يرى أحدا في طريقه. تستمر المباراة والنتيجة أمامنا، 3 أهداف مقابل لا شيء. سيرخيو راموس
يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. تحرك جميل عندي ألفارو موراتا، خيبة أمل كبيرة على إضاعة فرصة قريبة من المرمى. تسديدة قوية لكنها لم تشكل خطر، لم تؤذي حارس المرمى. مثل هذه الكرات يرتاح من الحارس بالتأكيد. ألفارو موراتا اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. هذه فرصة خطيرة، سننتظر نقل كرة إلى الأمام، فرصة خطيرة جدا. فابينهو كرة إلى الأمام، يلعبها طولية، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. دفاع يغلق كل المناطق، لا يسمح للخصم بالمرور في مباراة اليوم. انطلاقة خطيرة، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ الآن فرصتهم للمرتدة. رافائيل فاران، ساول، الكرة على الجناح، لمسة في المساحة الخالية. مارسيلو، قلب الأسد يبعد الكرة بشكل رائع. كريستيانو رونالدو يمر ويلعب كرة بينية، يشير مساعد الحكم بالفعل إلى وجود تسلل. يحاول فك شفرة ساول، عرضية، لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. هذه ضربة رأسية وانتهى الشوط الأول. وصلنا إلى منتصف المباراة بعد شوط رائع قدموه، الآن قرار قرارهم، هل سيواصلون نفس النهج الهجومي أم العودة إلى الدفاع للمحافظة على الأسبقية؟ الفترة الثانية من المباراة تنطلق الآن. تغيير اللاعب على الجناح، نيمار خسر المواجهة أمام خصمه. دي بروين، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. دي روسي، نيمار، فينالدوم، داني كارفاخال، يلعب كرة بينية. رافائيل فاران، دي روسي يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، يمر ويلعب كرة بينية. جوردي ألبا معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة، يقطع الكرة، جدار دفاعي غير عادي، تركيز كبير جدا في مباراة اليوم. يحصل عليها فابينهو، يبحث عن المهاجم. دي بروين، لمسة بينية مع مزيد من الفرص إلى الركنية. محاولة جميلة لكنها لم تكن كافية لتسجيل هدف. كريستيانو رونالدو يحاول تمريرها من بين المدافعين.
الكرة ملعوبة من مسافة. كريستيانو رونالدو كان في أفضل مكان لتسجيل هذه الكرة. لا يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد في هذه المباراة. أدركوا صعوبة القيام بذلك. يبحث عن زميله. كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. مودريتش، كريستيانو رونالدو أنقذ الحارس الكرة بصورة جيدة. محاولة رائعة، تسديدة جميلة من مسافة بعيدة. كريستيانو رونالدو تسديدة. الفارو موراتا. دي روسي. كرة طولية إلى الأمام. سيرخيو راموس. فابينهو يلعبها لمنطقة الخطر. الكرة على الأطراف. اللاعب يستلم الكرة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. ساول يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. الفارو موراتا. الكرة داخل الشباك بدون أي فلسفة أمام المرمى. يتمكن من التسجيل. فرضوا سيطرتهم الكاملة على هذه المباراة. يتم احتساب ركلية. سيرخيو راموس. ساول تسديدة لا تصد ولا ترد. يسجل هدفا عالميا جميلا مدهشا بالفعل. الله ما أروعك، تمريرة في منتهى الروعة، نهاية أجمل ما يكون. أحرزوا هدف لكن لا يزال الطريق صعبا للغاية. يستعيدها دي بروين. نيمار يسيطر على الكرة، يحاول أن يلعب كرة بينية. يعدي نيمار وكرة في اتجاه المرمى. جول. انهاء بشكل رائع في موقف واحد على واحد. يبدو أن هنالك تغيير سيتم. هل سنشاهد صحو الفريق في المباراة؟ كرة إلى الأمام. نيمار. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. مودريتش. ساول سوكراتيس. مارسيلو. فابينهو. يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة. لقد فعلوها. انتصار مدهش، أداء كبير، مستوى غير عادي. ليلى